بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. عليك السلام يا أبا أحمد ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ سعد الصعيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اتفضل. دلوقتي يا شيخ، نعم، في معاملة كنت عايز اقول لحضرتك عليها. اتفضل. المعاملة ان في واحد صاحب شركة، في واحد صاحب شركة نعم مع امر توريد هيورد بضاعة لشركة معينة، معه امر توريد يورد لشركة معينة بس مش مع فلوس. ها؟ مش مع بس مع مش معاه فلوس. طيب وبعدين؟ احنا ادينا له الفلوس ديت وقال خلاص ماشي، هديكم مثلا من الفايده بتاع هديكم مثلا 15% منها. هل المعامله دي تجوز ولا ما تجوز؟ انت يعني هتعطوه اموالا كي يشتري، كي يورد سلع للشركات. الله يدور على حضرتك، صح كده. طيب اذا حصلت خساره لا قدر الله، يعني ماذا سيكون الامر؟ هنشيل فيها. هشيله فيها. إذا لا بأس يكون لكم نسبة من الربح، ماشي. هو قال نسبة، بس هو المشكلة لما جينا اتفقنا على نسبة من الربح، هو حسبها. أنا عدت عليه تاني، هو حسبها من رأس المال، بس أنا قلت له كده غلط. كده غلط، احسبها من الربح. أشكرك. أحبك الله يا أخي ياسر عسل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي فضيلتك؟ الحمد لله، اتفضل. بستأذن فضيلتك، كان ليا صديق طبيب. حبك الله أخي سيد النجول، اتفضل. الله يحفظك. كان ليا صديق طبيب وعرض عليه أحد الوسطاء إن هو يجيب له لعيادته، يعني عن طريق شركة تأمين مرضى وكده. فهو كان مش عارف يعني هل ده ينفع ولا ما ينفعش. والله يا أخي يعني صعب علي ان انا افتح هذا الباب، يعني ان انا اقول للناس وردوا للاطباء مرضى من اجل عمولة تأخذوها من الاطباء بهذه الطريقة، يعني نفسي فيها شيء. لكن قدرا، لو واحد سألني شخص قال: ما الطبيب الثقة الذي تثق فيه وثمنه مريح وعنده كفاءة وارشدته لوجه الله وبعد كده أعطاني أي عطاء إلا مشكال، لكن هذا العطاء الذي يأتي بالصورة التي أنت ذكرتها قد يحملني على أنني أرشح هذا الطبيب، وهناك من هو أكفأ منه. هو السؤال برضه شغل أكتر في حتة هو التعاقد مع شركات التأمين، مش موضوع لا ما في مشكلة في التعاقد مع شركات التأمين، لأنه يجوز لك أن تطبب حتى الكافر، يجوز لك أن تطببه. تمام. الله يكرمك.
السلام عليكم. السلام عليكم. فيك يا حامد الشريف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بص لحضرتك عن حكم الطلاق في النكاح المختلف في صحته يعني. لا، ما هو الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح. نعم، يعني لو حصل يعني البنت زوجها حد غير الوالي بسبب ان الوالي ظلم، وبعد كده لما ابوها حضر تبين ان الامر غير كده و... لا لا، عفوا عفوا عفوا، اصل النكاح صحيح او باطل؟ العقد اتبنى على فتوى ان الاب ظلم البنت، و السلطان او المأذون جوزها. يعني هي مزوجة عند مأذون. نعم، ولما الاب حضر تبين ان الاب كان ليه حق. لا، ما لنا دخل، مش هنحقق في هذه القضية الآن. لما المأذون زوجها، الزواج صحيح. صحيح. أيوة. بعد هذا إذا كان يحصل طلاق فالطلاق أيضا صحيح، هي زوجة الآن. نعم. نعم، بارك الله فيك. والطلاق سؤال تاني معلش، والطلاق 3 مرات في لفظ واحد ده يقع والله. واحد هذا ولا؟ ابن عباس يقول كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فعلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أبوها فقط. نعم. نعم يا أختي. ثواني شيخ، الصوت مش واضح. والله مش سامع، عيد السؤال الله يحفظك. نعم. نعم. هانك الله يا اخ مصطفى بن عبد الهادي، بارك الله فيك يا ام فهم يا ويدي، رضاك يا رب، جزاك الله خيرا يا اخت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. معلش ممكن اسال سؤال يا شيخ؟ ممكن. انا كنت بسال سؤال بس عن فرد الزكاه في مال شغال في تجاره. نعم. فرد الزكاه عن مال شغال في تجاره. اخراج الزكاه عن مال شغال في تجاره. بيجي منه ربح كل 4 شهور او 5 شهور واحيانا كل سنه. طيب والسؤال؟ مش معايا انا، مش هي شغاله في تجاره في قلب اجهزه وحاجات. عليه زكاه. على ايه بقى الزكاه؟ على الارباح اللي بتيجي ولا على راس المال؟ على الاصل مع الارباح. طب ما الاصل بقى مش في ايدي، مش معايا. عليه زكاه. انا لا املك مال عشان اطلع عليه الزكاه دي ومعشان. الاصل مع الارباح عليهما زكاه. إن كانت معك ألزمت بالإخراج، إن لم تكن معك كانت في الذمة. في الذمة يعني أطلعها بشيك بأجل هتكون في ذمتك، يعني في ذمتك إنك عليك الزكاة كذا كذا. بس أنا مش قادرة أحفظ من قلبي. أنت يا أختي مالك متعصبة كده يا أختي؟ ما تهدي شوية الله يحفظك. ما تهدي شوية، هدي بالك شوية. إحنا مش بناخد فلوس، لأن بقول لك هذا المال عليه زكاة، الأصل مع الربح. معك مال زكي، ما معك مال احسبيه عليك كدين، إذا وسع الله عليك وجاء معك سيولة اخرجيه. بس خلاص، الله يبارك فيك يا حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. أستاذ شيخ مصطفى، أنا حالا كنت عاوز أسألك سؤال، بس أنا كنت سألت فين أحد المشايخ يعني من تلاميذ حضرتك. اتفضل. أنا حالا عندي برنامج على التليفون، في البرنامج ده أنا ما بدفعلوش أي اشتراك شهري ولا أي حاجة، تمام؟ وبعدين البرنامج ده مثلا أنا بعمل نعم. عن طريقه عملية شراء مثلا. تعمل عن طريقه إيه؟ بعمل عن طريقه عملية شراء مثلا بحوالي 1000 جنيه، تمام؟ وبعدين ال1000 جنيه دول
البرنامج بيديني منهم 200 جنيه. لا والله اسأل عن هذا السؤال غيري. ليش بقى؟ اسأل غير عن هذا السؤال. يا حسن، واحد أحمد بن مساعد يقول البث، ما أدري ما البث، هل خطأ من عنده ولا من عندنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل سؤالين لحضرتك. اتفضلي. إيه هو في شخص موظف مهندس في مصنع يعني خاص، قطاع خاص، هو دلوقتي هما بيخيروه في المصنع، بيقولوا يعني يأمنوا عليه عشان المعاش ولا هو يعمل بنفسه، هو في شبهة في الأمر ده؟ تأمين عشان ياخد معاش يعني فيها حاجة؟ هو مخير بين أن يؤمن أو لا يؤمن أو ليس بمخير. مخير. مخير يبتعد أسلم لدينه. يبتعد؟ طيب. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بس عايز حضرتك تطول بالك عليا، هسال حضرتك سؤال تاني. ما سؤالك يا اختي؟ بصي يا شيخ، انا والدي وديتي مزوجيني 50 سنه. والدك ووالدتك متوفيان من 30 سنه. والدي ووالدتي متزوجين من 50 سنه. متزوجين من 30 سنه. من 50 سنه. من 50 سنه. نعم. الله يوفق يا رب. السؤال. الله يبارك في حضرتك. والدي كان راجل مش حكيم قوي في التصرف في الفلوس، يعني مش بيقدر يتحكم كويس في الفلوس. طيب في شيء من التفاهه في المتعامل مع الفلوس، وكان بخيل على والدتي جدا وعلينا احنا كمان واحنا صغيرين، فكانت والدتي تاخد من وراء فلوس وتشيلها تصرف علينا والباقي تحوشه. فمع يعني والدي ما كانش يقدر يتحكم في الفلوس قوي، ففلوسه تقريبا كلها ضاعت. يعني ابوك كان ليحسن تصرف في المال، فامك تاخذ مالا من بدون علمه وتدخره. ايوه تدخره، تنفق علينا وتدخره لغايه ما كنا الحمد لله كبرنا واتجوزنا والحمد لله بخير. بس والدي لا يملك شيء خالص، والدتي هي اللي تملك كل الفلوس بتاعته اللي هي واخداها من وراه وما عرفش عنها حاجه. ما هي الاموال هذه من ابيك. يعني ايه؟ هذه الأموال التي ادخرتها أمك، ادخرتها من مال أبيك للصالح العام. من مال والدي، هي استثمرتها، جابت زي محلات وأجرتها، ومثلا جابت سندات، وجابت أسهم في شركات، والفلوس دي كترت وبقت ما شاء الله مبلغ كويس. كل هذه لأبيكي. طب دلوقتي والدي ووالدتي طلقت. أمك طلقت. حصل. وهي الفلوس كلها بتاعتها واسمها. كل الأملاك دي بتاعتها واسمها. طيب وبعدين؟ طيب ايه العصبيه دي؟ انا مش متحمل العصبيه يا بنتي. ايه السؤال؟ طيب مش عصبيه، معلش يمكن ده اسلوبي، بس ايه السؤال يعني؟ ايه والله احنا نعمل ايه مع والدي ووالدتي؟ ونعمل ايه؟ هذه الاموال اللي علينا اخذتها امك من ابيك لسفه والدك. ايوه. وصرفت عليكم منها وزوجتكم واشترت بها اسهما واشترت بها شققا ولا غير ذلك. المال مال ابيك بس. من؟ خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من فضلك عايز اسأل سؤالين. كنت عايز اعرف، هو بالنسبة للبنات لو يعني ان انا اوديهم عند مدرس رجل، مجموعة مش هم لوحدهم يعني، مجموعة ولاد وبنات، ده في شيء؟ كم الأعمار؟ الأعمار 8 سنين. في خلوة ولا ما في خلوة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عمرو بارك الله فيك، تفضل. جزاك الله خير يا شيخ على ما تقدمه للاسلام والمسلمين. واياك الله يحفظك، تفضل. اشهد الله على محبتك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. بالله عليك يا شيخ، هاتك ادعي لاولادي وزوجتي ولي بالهدايه والصلاح والصلاح. الله يهدينا واياك واصلحنا واياك. تفضل. اللهم امين، جزاك الله خير يا شيخ. واياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يعزك يا سيدنا، يعني كم سؤال كده بس محتاج فيهم إجابة يعني واضحة شوية. تفضل. أولا، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن هو بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة؟ وفي صحيح مسلم بنحوه. تمام. والحديث الثاني برضو اللي هو بتاع الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، نعم. كفر قد كفر. نعم نعم.
دول كده حديثين صحيحين، تمام؟ ايوه نعم. والحديث الثالث او القول الثالث اللي هو يعني ما فيش حد هيبقى في النار، في كل من في قلبه ذره لا اله الا الله. ايوه نعم. يعني الثلاث احاديث دول انا مش ضد كده، لكن انا شايف يعني حته تناقض فيهم او حاجه. لا لا ما في تناقض، بس انت تعرف ان في كفر دون كفر. يعني مثلا في كفر مخرج من المله وكفر دون ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام، اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. نعم. قيل بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. نعم. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. نعم. إن أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ففي كفر. نعم. دون كفر، يعني في كفر سباب المسلم في سوق وقتاله. نعم. كفر. الكفر هنا ليس بمخرج من الملة، لأن القاتل ليس بكافر. نعم. فقتاله كفر ليس بالكفر المخرج من الملة. لا، فهذا الجمع بس، ما في مشكلة. يعني الكفر هنا معنى كده مثلا ان هو ما بيصليش فيبقى كافر بالصلاة مثلا، مش لا مش عفوا، الكافر بالصلاة الجاحد للصلاة اللي يقول ما فيش صلاة كافر مخرج خارج من دين الإسلام. لكن المتكاسل هو مقر بالصلاة ما كفر بها، مقر بها لكنه متكاسل. نعم. الله يبارك فيك. أصلا كنت شايف في فيديو لابن عصر. لا، ما هو علماء المملكة عموما في الجملة الله يوفقهم بيرون كفر تارك الصلاة. أنا عشان كده بصف. لا، الجمهور من العلماء خلافا للحنابلة على أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها. نعم، لا ينكرها أصلا. الله يكرمك. نعم. وبالنسبة للسؤال الثاني، هل النية قبل الوضوء أو قبل الصلاة؟ يعني لو نسيت مثلا النية، الحاجة دي تبطل؟ نعم. يعني مثلا أنا توضيت قبل ما نويتش، نسيت أنوي مثلا. لا، ما معروف ما دمت دخلت على الوضوء نفس الأفعال دل على النية. نعم، والصلاة كذلك برضه. والصلاة كذلك إن شاء الله. نعم، جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. مش يا حسن. نعم. الدكتور عامل بيقول في خلل في الوصلة أو مش فاهم. نعم. طب شوف كده. السلام عليكم. بقول صوت ال ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، طول بالك عليا، ربنا يبارك. بقول له يتأكد يا حسن انك قبل ما الله الله يبارك لك يا رب، طول بالك عليا. يعني هي انا كنت سالت حضرتك، والدتي اللي استثمرت فلوس ابويا عشان ابويا في شيء من السفر في الصاروخ في الدين. ها؟ حضرتك السؤال ايه؟ تقول والدتك استثمرت فلوس والدك؟ هي ما لهاش حق في الفلوس دي خالص، يعني في حاجه اسمها حق الدعايه، ما لهاش جزء مني حتى. الدعايه؟ الناس دي كبرته. يعني انت تقولين امك اخذت الفلوس عن غير اذن ابيك وبدون علمه. ايوه فعلا. وثمرتها. ولو كان عارف انها اخذت فلوس كان بعدين واخدها منها برضه. وثمرتها، يعني عايز تقولي ان امك شغلتها. شغلت الفلوس. امك شغال، عايزين اجر التشغيل يعني، عايز اجر التشغيل بعد الطلاق. ممكن تعطى اجر، ممكن تعطى شيء من اجر التشغيل. ممكن. لان هي دلوقتي تصرف منها، لان ما عندهاش حاجه. ما انا بقول لك انا ممكن تاخذ فلوس اجرة التشغيل ويكون في نسبه من راس المال لها، عفوا نسبه من الربح لها ونسبه للاصل راس المال. يعني هي ممكن تنفق منها عادي ومفيش مشكله. ما هو الان هي اخذت فلوس ابيك من غير اذنه للمحافظه لانه سفيه وشغلتها وحصل طلاق، سترد الي امواله، فانت تقولي اجرة الاستثمار. ممكن يكون في حل ان نقسم الدخل اللي داخل زياده عن اصل راس المال، نصفه لراس المال ونصفه لوالدتي لام المثمر. نعم، نصف المثمر، نصف المثمر، بارك الله فيك، ونصف راس المال. سلام عليكم. واللي مش عارف الاخوه بيشتكوا من ايه يا حسن.
هل اللايف فيه مشاكل بيقطع؟ ها؟ بقول الصوت جيد لكن البث يتقطع باستمرار. أم عائشة تقول ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. سؤال يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. رجل يسأل زوجته لها عمل خاص فتدخر منه وتأخذ من أمواله وتدخر. وهذا الرجل مدين. واشترت به ذهبا وبلغ النصاب، هل يجوز ان تعطي الزكاه لزوجها يقضي من دينه؟ عفوا ثاني كده، عفوا ثاني يا شيخ. المراه تشتغل ولها دخل خاص بها لا تنفق على عيالها، ايوه، تاخذ ايضا من مال زوجها لتدخر. اشترت ذهبا بلغ النصاب بفلوسها او فلوس زوجها؟ بالاثنين، ايوه، مال مشترك ولكن مالها اكثر. طيب ان تعطي الزكاه لزوجها ليقضي من ديونه؟ لا، ما زوجها اصلا له مال، كيف تعطيه وليس فقير الان وله مال معها؟ لا، ليس لها مال، لا تدخر منه يا شيخ. يا اخي زوجها معه مال، انت قلت في ثنايا حديثك ان المراه لها دخل ولزوجها وتدخر من مال لزوجها، اذا الزوج له نسبه والزوجه لها نسبه. نعم. كيف تأخذ نسبة الزوجة وتزكي على زوجها؟ نعم. الله يكرم. افصل هذا عن هذا أولا، وبعد ذلك ننظر هل الزوج فقير أو ليس فقير. خلاص. نعم. ممتاز يا عبد الله. يا حسن، حسن يقول الصوت جيد. السلام عليكم. خلاص كم واحد يقول الصوت جيد؟ مصطفى علي بلبس جيد. خالد السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت عم الشيخ تدعي لوالدي بالشفاء. طيب الله يعافيها يا شيخ. الله يعافيها. الله يعافيها. الله يكرمك. هي في ثلاث مايكات يا حسن، مش كمية، في ثلاث مايكات في الجميع، وكل واحد يقول البث ضعيف، واحد يقول الصوت قوي، مش عارف. عبد الرحمن بيقول بس طويل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ مصطفى اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. بعد يا شيخ، انا كنت اشتركت في احد الدورات بخصوص مجال معين، يعني الدورات دي عباره عن محاضرات فيديو وماده علميه بي دي اف. لو حد طلب مني الماده العلميه دي بي دي اف ممكن انا ابعتها له، مع ان مع العلم ان الدوره دي مدفوعه. يعني وانت تشترك في الدوره هل أخذوا عليك عهدا وميثاقا ألا تنشرها؟ نعم نعم، الدكتور المحاضر بيقول المادة دي، يعني عند التعاقد أخذ عليك عهدا وميثاقا ألا تنشرها؟ نعم. إذا كان أخذ عليك العهد وأنت وافقت على هذا، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. معلش يا شيخ، كنت بسألك على تفسير حديث ان ستفترق امتي على 73 فرقة. افترقت اليهود على 71 فرقة. ايوه. انا اقول لك الحديث بس عامل لي اشكال. لحظة بس اكمل الحديث. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. إلى هذا القدر قابل للتحسين، وإن تتكلم فيه متكلم له وجه أيضا. أما الزيادات بعد ذلك كلها في النار فضعيف. هذا بعد تحذيري في هذا المقام، والله أعلم. إيمان إبراهيم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام مولانا. نعم. والله عندي سؤال طويل متحدثين يا مولانا، معلش يعني. اتفضل. اتفضل. أنا أمي توفت في 2018.
وقت وقت الوفاه تركت كانت ليها ست الله يرحمها وابويا واخواتي تمام. طبعا امي يعني ورثت على ابوها ثلاث جرايط. طبعا في بعض اخوات البنات قالوا احنا عايزين نصيبنا في امنا فاحنا اتصرفنا واديناهم نصيبهم. ستي كانت الوقت كانت عايشه هي ظن منها ان احنا بعنا الارض يعني فطلبت انها تاخد ورثها في امي. فانا بعت لها حد من اخواتي وقلت لها ستي احنا ما بعناش الارض لحد الان والوقت لو بعنا في اي وقت هديكي مراتك يعني. قالت طب خلاص طالما انتوا ما بعتوش الارض انت ازرع فيها انت واخوك بدل الحياه. ده كان كلامها لينا يعني. طبعا هي يعني ست الوقت توفت يعني الله يرحمها يعني وانا انا وقت انا عايز خايف الوقت عايز اطلع مراتها ده ادي لمين دلوقتي؟ والله يعني بغض النظر عن مساله العمر والرقبه مش لستك لها ورثه؟ لورثه جدتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا فضيلة الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك احنا عندنا في الشركة صندوق للعاملين. بيخصموا من المبلغ من المال كل شهر ويجي في نهاية المدة بيديني مكافأة. طبعا الفلوس دي حاطينها جزء منها في بنوك ربوية بس إجباري عليهم. والله إن كان إجبارا فالمجبر لا إثم عليه. لا أنا مش مجبر إن أدخل الصندوق. ما تدخلش أطلع. لا تدخل ما دمت غير مجبر لا تدخل. طيب ماشي شيخ. بقول المتصل صوته عالي جدا واضح وإحنا مش فاهم أنا مش فاهم والله يعني. ها؟ نلغي هذا كله ولا ايه؟ بس في ناس تقول بس طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا. نعم. كيف حالك مولانا؟ الحمد لله بخير. وشكر الله على حبك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إنك لما شاء. قبل ذلك يا مولانا أنا شغال صنايع رخام. صنايع رخام. فبعض العملاء يقول لي مثلا البناية ديت عايزة أركب السلالم أو الرخام عندي بس أنت تاخد المصنعية. توريد والتركيب يعني انا اجيب البضاعه واشتغل تركيب واخد المصنعيه تركيب وتوريد. ايوه. فدي هل دي فيها صور من صور الربا ان انا ما امتلكتش السلعه؟ لا ما هو تعاقد كامل تعاقد على تعاقد على التوريد والتركيب. بعلم الزبون يعني زي ما بنقول او العميل. هو بيقول لك انت تعمل لي هذا الدرج توريدا وتركيبا بالمواصفات الآتية بلاء أو رخام كرارة أو كذا كذا. المتر بكذا توريدا وتركيبا مسؤوليتك لا بأس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك ربنا يبارك فيك وصحتك يا رب. وإياك. استفسار يا شيخ بعد اذن حضرتك. اتفضل. منتشر عندنا في الارياف وده موجود في حال كل القرى ان الانسان لما بيكون عنده مثلا فرح بيعمل زي نظام عزومه وبيجمع الناس والناس طبعا بتيجي تنقط وبيبقوا عدد كبير وبيلم مبلغ كبير. الشخص ده لو توفى قبل ما يرجع الفلوس دي لاصحابها لان طبعا هي بترجع بنفس الطريقه لما بيكون في انسان يعني الناس اللي نقطت دي لما بيبقى عندهم فرح بيروح يردها لهم. تمام؟ إذا توفي الشخص دوت وكان عليه المبلغ ده نقطة ولسه ما تتردش لأصحابها، هل يعتبر من الديون الواجب سدادها؟ يعني نقوط الأفراح. تمام. هو ليس بالدين الذي سيسأل عنه الميت في قبره لكن عرفا يستحب لأهله أن يسدوا هذه الديون. يعني الورثة يشوفوا من الدفتر مكتوب فيه. نعم نعم ده هذا الأسلم لهم. هذا الأسلم لهم في دينهم. بقول كده ممتاز. اما لو مثلا ده ما حصلش الميت لا يضار بالدين ده. والله الافضل لهم ما اقول لك لا يضار الافضل لهم لان حسب العرف الافضل لهم ان يسددوا النقوط. بارك الله فيك. الاحوط لي. الله يسلمك. قالوا ممتاز يا حسن خلاص مش مشكله معي.
سلام، اتفضل. السلام عليكم. كان عندي سؤال لحضرتك بس بالنسبه خلاص اتصرف يا عم. قطاع بيزنس المشتريات. هي. لو انا دلوقتي بحول ايجار الشقه بتاعتي من خلال بطاقه بيزنس المشتريات على من خلال ابلكيشن وده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل حضرتك يا شيخ على تعليم البنات عند مدرس يعني رجل والمجموعة مختلطة. كم أنت قلت عمرهم 8 سنوات؟ 8 و7. لا بأس. طيب هو يعني ده ما يعتبرش تعويض ليهم على الاختلاط وكده؟ والله 7 سنوات و8 سنوات مع بنات أخريات لا بأس. طيب شكرا يا شيخ. طب معلش افضل طبعا للموطئ يا شيخ؟ ما استطيع ان اقرر، لكن هو في لا باس الان متوفر اظن طابة الدار الحديث طيبه لا باس بها. جزاك الله خير يا شيخ. في طبعه كانت محققه اظن كانت نشرتها دار ابن رجب للشيخ مسعد كامل الله يرحمه، كنت مراجعها انا. من الممكن تراجعوها. دار ابن رجب؟ ايوه. تحقيق مسعد كامل. الله يرحمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ الخط قطع. اتفضل. حديث اللي هو ستفرق أمتي على 73 بضعة. ما أنا أجبتك عليه، قلت لك هذا الحديث. ما الخط قطع ما اسمح. منه جزء يحسن وإن تكلم متكلم فيه فله وجهة. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. طب اصبر علي أرجوك أرجوك لوجه الله تسكت، ما خلص كلامي بس. هذا القدر إلى قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة قابل للتحسين، وإن ضعفه مضاعف له وجه. في زيادات بعد كده كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، أو السواد الأعظم، أو النزاع من القبائل، كل هذه الزيادات أراها ضعيفة. فهمت كلامي أو أعيده؟ أعيده؟ لا أنا يعني كنت يعني هم الفرقة الناجية أعمل إيه عشان أكون منها؟ يا أخي أنا قلت لك الحديث ضعيف، الزيادات ضعيفة، كلها في النار لا تصح. تمام. لكن عموما إذا أحببت أن تسأل عن الفرقة الناجية تمام. ما هي؟ هي المتبعة لكلام الله وكلام رسول الله اختصارا. تمام. طب معلش حديث ثاني. لو فيكم الشرك كما كدباب النمش. سنده ضعيف. يعني الحديث سند ضعيف. سنده ضعيف لكن يعني الواحد شواهد الرياء والدخل في الرياء يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. حصل سؤالين، الأول حتة إن احنا نبص المصحف ونلمسه للرأس وكده كعادة قديمة يعني، صح ولا غلط؟ وحتة برضو إن أنا قدام شقة، لو أقدر إن هل أقدر إن أنا أخلي صاحبها أديله مثلا الفلوس بتاعتها بس بعد ما أجرها؟ تقبيل المصحف ما ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن عكرمة بن أبي جهل بسند منقطع عنه أنه كان يفتح المصحف ويقبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. سنده إلى عكرمة فيه مقال، لكن الأمر واسع في هذا الباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك عايز اسال، انا متزوج انسانه لساني كويسه وطيبه وتعاملني بما يرضي الله، ومهما اكسو عليها برضه هي بتشيلني لدرجه ان هي ممكن تبقى بتبوس ايدي او اجي من الشغل مثلا تغسل رجلي وكده، بس هو هي كانتش اختيارها، هي كانت اختيار امي. اي نعم. وانا كنت خاطب واحده قبليها بس كنت بحبها، فدلوقتي خطيبتي الاولانيه بتحاول ان هي ترجع لي.
هل هتزوجي عليها ولا اطلقها ولا اعمل؟ بس هي ما اثرتش معايا بصراحه، الزوجه اللي هي معايا. انت معاك فلوس كتير يعني ولا ايه؟ لا هو بصراحه عدى حالي. طيب يعني اذا كانت زوجتك التي معك الله يحفظها ويبارك لك فيها ما قصرت في شيء والحمد لله انت الى حد ما متعفف بها، والاخرى تريد ان تفسد عليك بيتك. تمام. الاخرى ستفسد عليك بيتك لانك ما عندك قدرة على التعدد. فمن ثم اذا تزوجتها تطلق الاولى، والاولى ما صنعت فيك الا كل خير. طب لو انا مش يعني مش قادر اكمل معاها لسبب ان انا مش مثلا ممكن تكون في حاجة الاخرى اللي المحاورة من الخلف. المحاولة من الخلف طبعا بتتكلم لك باسلوب ناعم، ولما تدخل عليها تشوف انت عاقبة الظلم هذا ستراها بينة يعني. فانا انصحك تحافظ على زوجتك التي معك. عندك اولاد ولا لا؟ يعني هي بتعاملني بما يرضي الله وبتشوف طلبات امي وعايشين مع بعض نفس البيت. طيب طيب. امي عشان خاطر ان هي بتحبني. انصحك تحمد الله على ما انت فيه ولا تطلق زوجتك، امسكها عليك. حتى لو انت ستطلق الزوجة ما التوابع؟ نعم. التوابع اولا ستأخذ منك الاولاد، ثانيا امك لا تدري انت المرأة الجديدة ستخدمها ولا تخدمها، ثالثا لا تدري المرأة الجديدة كيف خلقوها بعد الزواج، رابعا الماليات. فاتق الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى كان عندي سؤال لحضرتك بالنسبة لفيزة المشتريات. أنا بسدد عن طريق فودافون كاش إيجار الشقة لصاحب الشقة كل شهر. فطبعا هم بيخصموا مني 2.25% عند السداد بالفيزة المشتريات. ده الأجرة، أجرة الإرسال. نعم. دي مش ما تعتبرش من الفوائد او تعتبر ربا مدفع ايجار من خلال بطاقه رصيد المشتريات؟ ثانيه اعد. ما تعتبرش فيها اي نوع من انواع الربا ام مدفع؟ لا 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 لا، هي الاجره، اجره الارسال. نعم، هو بياخد اجره الارسال وبياخد كمان 2.25% على يعني انا لو دفعت الفلوس في ايدي كاش للراجل في فودافون كاش بياخد مثلا 10 جنيه، لو دفعتهم له ببطاقه فيزا المشتريات بياخد عليها 2.25، بيقول لي دي مصاريف البطاقه نفسها بتاعت البنك. دي مصاريف اداريه، كل ما كان مصاريف اداريه لا باس بها. تمام، شكرا جزيلا. الله يكرمك، بارك الله فيك يا ام عبد الله عمران. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شيخنا الفاضل. اتفضل. اشهد الله ان احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يبارك فيك يا رب. شيخنا لو ان يعني في واحد مجاول واخد شغلانه. مجاول واخد شغلانه وبعدين؟ في نص الشغلانه خلص الاموال اللي معاه. خلص الاموال اللي معاه وبعد؟ فهو عايز حد يديله فلوس ويديله نسبه من المكسب. فهل يعتبر ذلك؟ لازم تحدد نوعيه المعامله. لابد ان تحدد نوعيه المعامله. فلوس ادفعها لاي اساس؟ هل هي قرض واخذ فايده؟ حرام. لكن هدخل شريك، ما هي الاشياء التي ساشارك فيها؟ هل ساشارك في الات؟ هل لابد ان افهم. هو هيشارك هيشارك هنا بالمال ولا الالات؟ انا اشارك بالمال ازاي؟ مش فاهم يعني. انت تشارك بالمال، هل استثمار مال ولا ايه؟ مش فاهم. لازم المهم تحدد نوعيه المشاركه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. شيخنا كان عندي سؤال. سل. ما حكم تخفيف اللحية وتهديدها أي تهذيبها مع يعني مع دليل يا شيخنا؟ الحلق حرام، والتهذيب والتحديد إذا كنت ستقبض على اللحية وتأخذ ما زاد على القبضة فلا بأس. أقل 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 ما زاد على القبضة. أقل، كلما قللت كلما ازدادت الكراهية. مكروه. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ
شيخنا الفاضل، كنت عايز اسال سؤال بس حضرتك. اتفضل. دلوقتي انا عندي زوجتي كانت في مناسبه عندي اختها وكانت عايزه تروح، فانا قلت لها يعني لا ما تروحيش، فقالت لي لا هروح، فحصل مشاده فانا حلفت عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. ما حكم قولنا أنا لا أقدر أن أكمل يومي من دون فنجان القهوة؟ نعم هذه كلمة يعني لا يقصد ليس شركا بالله ولا حاجة، والعادة يا جماعة كوب شاي أو كوب قهوة تزبط لي رأسي، ما في أي مشكلة كده. لا توسوس. مرحبا بك يا أستاذ سعد السويدي، الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك سؤال في المعاملات يعني. اتفضل. في حد كان مشغل معايا مبلغ من المال، تمام؟ أيوه. طبعا تحت الربح والخسارة، فطبعا الفلوس دي دخلت تجارة والتجارة دي خسرت. فهو مش راضي بكده، بيقول لي مفيش تجارة بتخسر، فأنا عايز أراضيه وأديله مكسب، يجوز ولا ما يجوز؟ من تلقاء نفسك يجوز، لكن هو هل هي حلال له او ليست حلال له مساله تنظر. طب بالنسبه له هي حلال ولا حرام؟ ما اعرفش ايه القصه، ما انت ممكن يعني تاخد فلوس الناس تختلسها وتقول لهم انا خسرت. الدعوة الايام دي كده، الدعوة هذه الايام واحد مستثمر يعطي طعما في الاول، يقول لك انا بدي 20% 30% والشهر اللي بعده 15% والشهر اللي بعده ضاعت الفلوس كلها. فهذه قضية تنظر. عموما إذا كان هذا الرجل يعرف تمام المعرفة أنك اجتهدت وخسرت لازمه أن يتحمل من الخسارة، لكن إذا شاكك فيك أنك نصاب مثلا على سبيل المثال لازم تقنعه أنك خسرت. طب لو أنا يا شيخ مصطفى بديها له عن رضا نفسي يعني؟ رضا نفسي خلاص، ما قلت لك أول ما قلت لك ليست هناك إشكالية إذا أعطيتهم بطيب النفس. طيب سؤال تاني يا شيخ مصطفى. ها. هو يجوز تحديد يعني مثلا اقول له لو الفلوس كسبت زياده عن شيء الزياده ده ليا ولو ومالكش، يعني يجوز تحديد المكسب على التراضي في الاتفاقيات في الاول، على التراضي في اول الامر. طيب معلش ليا طلب من حضرتك. اتفضل محمد علي بركه. عايز حضرتك لو تعمل برنامج بس توضح فيه الفئه اللي هي البهره، لان في ناس ياما بتتكلم فئه من اهل من فئه الضلال معروفه في تاريخ الاسلام، فئه يعني إذا كنا نقول الأشاعرة أشرار، هؤلاء البهرة أشر منهم ألف مرة عياذا بالله. يعني ادخل على النت وانظر تاريخ البهرة الأسود، فئة مبتدعة ضالة دخلت في تاريخ الإسلام عياذا بالله، يا الله يطهر البلاد منهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه لو سمحت انا عاوز اسال حضرتك ان كنت كده قاطع رحم او لا. اتفضل. انا سافرت لدوله عربيه وكنت غير مسلم، والحمد لله اسلمت بفضل الله. الحمد لله. الحمد لله. ولما رجعت بلدي مدينتي دلوقتي ما بزورش لا اخوالي ولا خالاتي ولا عماتي ولا هم بيزوروني. هم يحاربونك في الدين أو لا يحاربونك؟ قسم نعم يحاربني أو يرمي الشبهات، لا بقصد المناقشة بل بقصد الإساءة. على كل الله يقول لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. الحمد لله. يعني أزورهم ويزوروني ولا أقاطعهم؟ المحارب الذي تخشى من شره ابتعد عنه، والذي لا تخشى من شره صله. على الرغم من الشبهات والأحاديث. لا أنت كده مش فاهم كلامي. قلت لك نعم. الذي يحاربك في دينك نعم. ويشوش عليك في دينك ويشككك في دينك ابتعد عنه. نعم. الذي ليس كذلك اقترب منه ما في مشكلة. نعم. طب القسم الآخر يعني في عادات موجودة في المدينة
الاختلاط والسلام باليد بين البنات والشباب وكذا. فأنا أيضا من أجل هذا الموضوع لا أزورهم ولا وهم أصبحوا لا يزوروني. يعني عندما أذهب إليهم يتم سلام باليد أحيانا أكثر من يد كذا، وإذا لم أسلم يعني يزعلون، ولماذا لا تسلم ولماذا لا تقبل بنات عمك. خلاص يا أخي الكريم، يا أخي لا تكلم كثير يا أخي. يا أخي إذا كنت تستطيع الوصل مع من لا يؤذونك ولا يضرونك في دينك فصل، إن كان في ظرف دين لا تصل. لماذا لا تقابل بنت خالك ولا بنت عمك؟ كلام لا يرضي الله كذا أبدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. الحمد لله، تفضل. عليكم يا شيخ، في أستاذ دايما بيجي لي يا شيخ بيقول ليه ربنا عز وجل ايه الحكمة في خلق ربنا عز وجل للكفار أبو لهب أبو جهل وكده؟ والله ربنا قال في كتابه الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تمام شيخ. والله قال في كتابه الكريم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. بارك الله فيك. طب كيف أصف هذا الوسواس؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسترسل ولا تحدث في هذا الكلام أحدا. جزاك الله يكرمك. أقرأ على نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. معنا الشيخ مصطفى. معك أخوك مصطفى، تفضل. زي حضرتك يا مولانا؟ بخير والحمد لله. جزاك الله خيرا. عندي سؤال لحضرتك بس. اتفضل. إذا حضرت جنازة رجل وامرأة كيف يصلي عليهما؟ الرجل يكون مما يلي الإمام والمرأة خلف الرجل، يعني هكذا جنازة الرجل وهكذا جنازة المرأة، وأنا الإمام مثلا الرجل أمامي والمرأة من خلف الرجل. جزاك الله خيرا يا مولانا. الله يكرمك. ولك بمثل يا شيخ مصطفى الجهري، أعاذنا الله إياك والسامعين والسامعات من منكرات الأخلاق بالأهواء والأدواء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير والحمد لله. بارك الله حضرتك. وياكم. بقول لحضرتك والدتي واخدة أخذت ميراثها من والد الله يرحمه، تمام، مبلغ من المال من نصيبها. لا معايا، والدتي خدت نصيبها من ميراثها من والدي، تمام. والدتك أخذت نصيبها من ميراث الوالد الله يرحمه. تمام الله يرحمه. وطبعا نصيبها ده يعني تجمع في هيئة مبلغ من المال، مبلغ متجاوز لنصاب الزكاة، تمام. وهي طبعا شايلاه عندي انا معايا بصفه امانه ان هو يعني تصرف منه وتجيب علاجها منه وكده. فطبعا المبلغ ده قعد معايا مثلا بقاله زي فتره سنه، وهيقعد بقى فتره تاني الله اعلم يعني كام سنه. كيفيه حساب الزكاه للمبلغ ده؟ والله انت عفوا انت لا تشغل المبلغ؟ نعم يا فندم. انت لا تشغل شغل المبلغ؟ لا 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 لا، ده متشال بصفة أمانة باسمها. يعني أمانة ما لو كان مالك كنت هتتركه وتصرف منه ولا تشغله؟ لا هو ده طلبها، ده طلبها. وهو هي على قيد الحياة العجوز؟ موجودة. عاقلة ولا ما تقول لها يما شغلك فلوسك عشان تكبر وتزداد؟ طيب ترفض؟ لا. طب على فرض ان احنا في الحالة دي يا شيخ مصطفى، طيب ايه السؤال؟ طيب ما السؤال؟ الزكاة تحسب المال وتخرج على 2.5% إذا كان تجاوز النصاب. بارك الله فيك شيخ مصطفى جوهر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فضيلة الشيخ اتفضل. شو التمويل العقار يا شيخنا؟ والله الأصل أنك تبتعد عنها، لأن العقود فيها ربا، العقود فيها شروط ربوية. حتى لو أنا محتاج لشقة ضروري يعني؟ والله أخبرتك بالذي عندي. الله يسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ. تفضل. هل كل شيء سوى الله مخلوق؟ هل كل شيء سوى الله مخلوق؟ والله الله هو الخلاق العليم، والخلق كلهم مخلوقون، اسمهم الخلق. يا الله. مش
في يقصدوا بالأسئلة دي يا جماعة. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخ أنا؟ عليك بخير. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لدي سؤال يا مولانا، ربنا يبارك. تفضل تفضل. شيخنا من الله علينا بترتيب في كتاب جامع الصغير من احاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. ايوه. فشيخنا فبدات يعني بفضل الله اكتب اتي بحديث ضعيف من جامع الصغير ويقابل حديث صحيح، ينفي الحديث الضعيف ويثبت الحديث الصحيح. يعني تأتي بالأحاديث الضعيفة في ضعيف الجامع وتأتي بشواهدها من الأحاديث الصحاح. تمام يا مولانا. اذكر مثالا، اذكر مثالا حتى نشوف عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك لنا فيك يا رب وإياكم. بما انه انعم الله على المسلمين بفضل الصلاه في المسجد الحرام الحمد لله وانها تعد المئات الف، هل كل مكه كذلك؟ نعم، راي جمهور العلماء ان التضعيف يشمل مكه كلها، وقد قال تعالى هديا بالغ الكعبه، والهدي لا يصل الى الكعبه انما يصل الى الحرم عموما، حدود الحرم. وقال الله تعالى اصبر يعني ربنا يبارك. جعل الله الكعبة البيت الحرام مشابة للناس. اياك ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. كنت عايزين رأي حضرتك فضيلة الشيخ في أمر، ربنا يرضى عليك. تفضل. الله يحفظك. في محل إيجار باسم جدي رحمة الله عليه، كان من زمان إيجار قديم، وأنا طبعا عارفة رأي فضيلتك في الأمر حصلت يعني من سنين طويلة، يعني أبويا الله يرحمه وإخواته سابوا أخوهم الصغير هو المسؤول في المحل، يعني هو اللي بيدفع الإيجار وهو اللي بيستفيد من المحل. فدلوقتي هو مع الوقت رضى إخواته بمبلغ، كل واحد يعني بمبلغ كده من إخواته، وهو بقى المسؤول. دلوقتي الأرض المنطقة كلها الحكومة جاتها تشيلها وخدها مستثمر، المستثمر دوت بيدي المالك تعويض وبيدي كمان الناس المستأجرة تعويض، وطلع شيكات باسم ورثة جدي، يعني ورثة جدي انا واسامينا واسامي الاحفاد كمستأجرين. يعني هو المستثمر اللي جه ده. فهمت. وبعدين يعني فدلوقتي الشيكات طالعانا ان احنا نروح نستلمها، فاحنا في حيرة من المال ده يا شيخ. لا، ما هم انت ذكرت في ثناء خطابك ان المستثمر يعطي المالك ويعطي المستأجرين. نعم. يعطي المالك ويعطي المستأجرين. وبيعطي ما شاء الله المالك أكتر كمان. أيوة. يعطي المالك ويعطي المستأجرين. فأنت كمستأجرة لك، أنت وسائر الورثة لكم مال الذي يعطيكم إياه المستثمر. يبقى النظر في المشكلة بينكم وبين أخيكم الذي أو. أيوة، أنا برضو سؤالي في النقطة. لا، دي عايز الجلسة على جنب كده شوي. دي بقى يا شيخ، هو عمي. عمي دلوقتي هل انتم متراضون معه او مختلفون؟ لا، هو ما فيش حد والحمد لله بفضل الله مختلف، بس هو السؤال احنا احنا يعني انا والدي الله يرحمه توفى ولي عمي توفى، فاحنا كورثه من الاحفاد يعني وكده بنقول هل احنا ندي المال ده لعمنا ولا احنا ناخده؟ احنا برضو حيره من الامر ده. ما انا بقول لكم انتم متراضون او لستم بمتراضين. وفي متراضي وفي مش متراضي يا شيخ. المتراضي يفعل ما يصطلح عليه مع العم،
هو العم بصراحه ما قالش حاجه، هو خد الشيك بتاعه وصرفه اصلا خلاص. احنا بقى احنا رايحين نستلم. معلش لازم اسمع عن قربي، لان انت قلت عمكم رضاكم بمبلغ. مش رضا يعني، رضا اخواته. هل العقد كان غير باسم عمكم؟ لا 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 لا، الوضع كان زي ما هو باسم جدي رحمه الله عليه. لان هو ايجار مش تمليك يا شيخ. انا عارف انه ايجار مش تمليك. والعقد ما زال. عشان كلمونا على الهاتف الخاص نقرب المسائل شويه ان شاء الله. حاضر يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النوم أول الليل؟ صح صح، لكن إن كان في هل يعسر عليكم أن يكون الليل؟ طيب اصبر علي يا أخي، اصبر علي. حاضر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعده، لكن إذا احتاجت مصلحة المسلمين إلى بقائه بعد العشاء بقي بعد العشاء، ودل على ذلك حديث أبي بكر. بارك الله فيكم. الله يكرمك. خطونا بس ليه كنحب نفت كم المسائل على وجهها الصحيح. الله يهديكم بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. لو سمحت يا شيخ، عندي بخصوص الميراث. اتفضلي يا اختي. والدي الله يرحمه كان شاري الشقه بالتقسيط، فدفع نص المبلغ، كان 150,000. واختلفوا على بنود معينه في العقد، فامتنع عن دفع القسط وتوفي الله يرحمه، واحنا كمان بعدين ما دفعناش. احنا كمان ما دفعناش من بعده الاقساط، يعني اختلف على بنود معينه في العقد. عفوا، كان شاري عفوا شقه. ايوه. وكان دافع نص المبلغ مقدم، من المفروض ان الباقي يدفع على اقساط. طيب. اختلفوا على بنود معينة في السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم يا شيخ. وفيك، تفضل الله يحفظك. سؤالي. تفضل. لسؤالي. السؤال الأول يا شيخ، أولا ادعو لنا بالتوفيق من فضلك. الله يوفقنا وإياك وسلمنا وإياك. آمين أجمعين. يا شيخ، أنا بإذن الله بعد أيام سأتخرج من الثانوية العامة، وأهلي ينوون إقامة زي حفل يعني، ويعني طلبت منهم لا يكون فيه أغاني، ولكنهم لم يتقبلوا الفكرة بتاتا. سمعت فتاوى لبعض الشيوخ يجيزون الغناء في الحفلات يعني. عفوا، هم يريدون عمل حفلة لك بمناسبة تخرجك من الثانوية العامة وفيها مزيكا وموسيقى وأغاني؟ نعم. طبعا هذا لا يجوز، إذا كان فيها موسيقى وكلمات لا ترضي ربنا لا تجوز اختصارا. لا، هي كلمات يعني عن النجاح وما شابه. ما في موسيقى، الموسيقى تحذف. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كان عندي سؤال بس يا شيخ كده، هو أنا كنت لسه يعني أعفيت لحيتي من فترة كده يعني. وبعد؟ فيعني أهلي وكده عمالين يتكلموا معايا إن أنا يعني أخفها شوية والكلام ده، بسبب يعني إن في ناس ممكن يعني تتخذ يعني ظلم وكده ممكن يعني. هما خايفين عليا، وانا من ناحيه شرعيه عارف ان هو ما ينفعش ان انا يعني احلق منها حاجه او حتى اقصر، بيقولوا اقصر حتى شويه وكده، فمش عارف والله. اثبت على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل بالخلق الحسن الكريم مع الوالدين بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السؤال الثاني يا شيخ بعد إذنك. لمن ينوي بإذن الله دراسة الطب، ما حكم النظر إلى العورة سواء من جسم المرأة أو الرجل بهدف التعليم؟ للحاجة
تأتي على قدر تقصد الميتة؟ لا للتعليم يعني صور. أيوة للضرورة يجوز. هل التعليم من الضرورة؟ طبعا تطبيب الناس من الضرورة. نعم بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عاوز اعرف حكم ان الشقة تبقى قدامي وصاحبها يعني اجرها بمكانه، اجرها لحد مكانه، واجرها مثلا بالسعر اللي انا عايزه، ولكن اتفق مع صاحب الشقة الايجار هيبقى ثابت اليوم بكذا، لو اتأجرت اي يوم اليوم ب 100 مثلا، وانا اجرها ب 150 200 300. صبرا صبرا صبرا. ايوه. انت ستستأجر الشقة لنفسك؟ لا اجرها لحد وسيط، تقول له سأجر لك شقتك اليوم ب 100 وانا اذا اجرتها بازيد من 100 زيادة لي. بالضبط كده. لا بأس اذا تراضيتم على ذلك. يعني فرق السعر مش حرام. ما انت تراضيت على ذلك انت وهو. تمام. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل اتفضل. سؤال حضرتك، انا زوجتي كان حصل في مناسبة عند اختها فقالت لي اروح، قلت لها لا مش هتروحي، فحصلت مشتبه بينا، انا حلفت عليها بالطلاق، قلت لها مش هتنفذي اللي في دماغك، فما انتش رايحة حاجة يعني انا مش متذكر بالظبط، تمام؟ فهي ما راحتش، فاحنا الحمد لله مر مثلا 3 4 ايام احنا اتراضينا وكده، فانا دلوقتي عايزها نروح لاختها، كانت هي بمناسبه ان عندها اولاد نجحوا في الثانويه العامه. كيف فرعني انت اقسمت ولا قلت علي الطلاق ولا قلت تكوني طالق ولا ايه؟ قلت علي الطلاق. ما يمين يمين تكفر او هتروح عندهم؟ يمين تكفر. كفر كفاره يمين. حسن شو بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر كل ذي شر، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، ونعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن، ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرزقنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين. احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا كريم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا غافر الذنب ويا قابل التوب اغفر لنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.